واو، محطتنا الأخيرة أكيد رح ننتقل من حلب للشام وحارات الشام القديمة. اليوم رح نحكي عن عبق الشام الأصيل وأهل الشام يلي المحبة هي أساس حياتهم وأكيد قدوة لأطفالهم لحتى يعلمون التراث الشامي. يهدون الأشخاص يلي بالمحبة وبالحزن وبالفرح وبكل الظروف بيضلوا أسرة واحدة. تماما، ومن حيث أروج اليوم وتحديدا من حارة الورد عيديتنا رح نتعرف من خلالها على هي الحارة، على المحبة الإلفة، على جمعتهم بالعيد. هي الحارة اللي زرناها يمكن بيت بيت وشفنا يمكن لساتها محافظة على بيوتها العربية القديمة، لساتها محافظة على عاداتها وتقاليدها، على الإلفة، على المحبة، لساتها محافظة على التراث القديم وعم يجتمعوا دائما على المحبة والإلفة والتعاون. اليوم رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع. بصرنا نرحب بالمهتم بالتراث السيد هيثم الفحل من أصدقاء التراث الشامي. يسعد صباحك. صباح الخيرات، أهلا وسهلا فيك. إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير يا رب. وشكرا للتقديم الجميل لحينا، وأكيد نورتونا بزياراتكم الحلوة والتوثيق الحي ولقاء أكيد أهلي. منور بوجودكم، بوجود أهلهم. الله يسلمك. صباح الخير سيد هيثم، وأكيد كل عام وأنت بخير وأهل ساروجا وحارة الورد. الله يسلمك كمان. اليوم خلينا هيك نحكي عن طقوس العيد بحارة الورد وبحي ساروجا، كيف عم تكون، كيف عم يكون الأشخاص الموجودين فيها، كيف عم تتم الأجواء هيك بشكل عام؟ هلا رح ابدا من امبارح، اول يوم العيد. نحن يعني يبدا العيد من صلاه العيد. بعد ما صلينا العيد عندنا طقس يعني بحي الورد بساروجا. بعد ما خلص الصلاه عندنا منشد بالجامع، يعني مؤذن الجامع ابو عدنان عيد، من اجمل اصوات مدينه دمشق، صوت روحاني. فبيطلع ابو عدنان واسره الجامع والمصلين واهل الحاره بيجتمعوا عند حدا كبير بالحاره. كل عيد بيكونوا عند حدا يعني بيعايدوا. فانا كان حظي طيب انه اجوا لعندي، كرموني بزيارتهم، وكانت زياره يعني لطيفه وحلوه. وانا فكرت شو بدي ضيفهم، يعني اليوم كنا نساوي معمول ايام زمان، هلا صار في صعوبات يعني صارت بسبب الوضع الاقتصادي، بجيب الواحد علب جاهزه. ففكرت بالارجع للتراث، كوننا نحن اصدقاء التراث الشامي، فريق تراثي محب للتراث ومحافظ على التراث. ففكرت باكله تراثيه حلوه هي الرز بحليب. فساوينا الرز بحليب، وبتعرفي مشاقه الرز بحليب اشتغلناه، وحطينا له يعني حسب الطقوس القديمه ورقه النارنج اللي بتعطي نكهه، يعني نكهه شجر الليمون، شجر الحمضيات. فبعد ما سوينا هالحلو واجتمعوا وصارت تكبيرات العيد عندي بالبيت، وصارت الاناشيد الجميله واجتمعوا كبارية الحاره، كان هذا الطقس نحن محافظين عليه من زمان بحي الورد، حي ساروجا، من اجمل طقوس ومعايدات العيد. تبدا صباح العيد يعني بصلاه العيد الساعه 6 و 13:06 وربع، يعني 6 ونص بتكون عم تعايد اهلك وجيرانك او 7. شغله كثير حلوه، كانت مميزه هذا العام. تمام، اليوم عم تسعوا لتحافظوا على هي العادات اللي ما زالت مرسوخه بالذاكره، وايضا حتى الاطفال عم يربوا على هذا الشيء، على هي العادات الجميله. خلينا نحكي كيف قدرانين انه او عم تسعوا لاكثر لهذا الشيء، لتحافظوا على هي العادات تضلها مستمره للاجيال. الحقيقه اللي شجعنا هي محبه الناس للتراث. انا لمست محبه، يعني انا بهذا اللباس التراثي وين ما بروح بيقول لي بدنا نتصور معك. يلي عم يشوفنا عم يقول له لابوه بابا اشتري لي هدول الاواعي. يعني ببدا من احفادي لبسوا هذا التراث، اي اطفال عم يلبسوه عم يفرح. هلا قدمي هديه لطفل، قدمي له هلا طربوش ولباس عربي عم ينبسط فيه. فاذا نحن عم نزرع، نحن عندنا يعني اصدقاء التراث الشامي دائما عندنا امسيات، يعني امسيات محافظه على التراث. عندنا فريقنا كبير، يعني من ضمن فريقنا استاذ انور باكير حكواتي، خيال الصل بيقدم صندوق الدنيا، عندنا الاستاذ ابو حسن كمان يعني فنان شعبي، معمر العطار بائع التمر هندي، عندنا عراضه شاميه ثلاثه، عندنا بدال الواحد ثلاث عراضات عندنا، يعني ابو فادي ابو الهيجة. بنوجه لهم تحيه. الله يسلمك، يعني فريق كبير عندنا. عندنا والاهم عندنا المطربين، عندنا مطربين او مطرب، يعني المطرب الاول دياب مرعي، يعني هذا المطرب سبحان الله بيقدم الاغاني التراثيه القديمه، بنرجع بنحييها
يعني نحن اليوم أغاني أبو صياح ما حدا بيذكرها، نحن عم نرجع نعيدها، أغاني أبو صياح، أغاني سيد مكاوي، أغاني القديمة التراثية كلها عم نعيدها، وعنا المطرب زهير الأعراج، يعني عنا فنانين كبار الحقيقة. هي العادات اليوم سيد هيثم والأصالة والتراث السوري والدمشقي القديم حصرا، اليوم كيف لازم تسعوا لحتى تحافظوا عليه ويظل أساس بجميع المناسبات بجميع أي شيء بيصير يعني ضمن سوريا، لازم هو يكون هيك محط أنظار واهتمام. أنا بقول لكل يعني المتابعين أنه إذا بدك تعمل شيء حلو ارجع للماضي. تمام. دائما الشيء الحلو بيقول الواحد والله امي كانت هيك، ابي كان هيك، ستي كانت هيك، ما قدموا الا الجمال، ما قدموا الا الحلاوه، نحن شعارنا المحبه بتجمعنا، فنحن انطلقنا من المحبه، وقت بنكون طالعين على سيران، نحن كل سبت عندنا سيران شامي، نقعد على النهر، ندق ببور الكاز، نعمل السيران الشامي القديم، فنحن بنكون كلياتنا مرتاحين ونسال عن بعضنا. صدقيني إذا كانوا عشرة، إذا واحد من العشرة نفسيته مو مرتاحة أو حامل شيء تجاه رفيقه بيفشل كل العمل. فنحن أساسنا ومنطلقنا هي المحبة، من خلال المحبة والصدق عم نقدر نحافظ على هالتراث وهالعادات الجميلة. إن شاء الله بتضل دائما محافظ عليها ومنتنتقل من جيل لجيل. إن شاء الله. خلينا نحكي شوي عن مظاهر العيد، احتفالات العيد، العادات والتقاليد اللي موجودة المتعارف عليها بالعيد، كيف اختلفت بين الماضي وبين الحاضر؟ هلأ في شيء ما اختلف، في شيء ثابت. العيد يبدأ بصلاة العيد والتكبيرات وزيارة، أول شيء بيعملوه الواحد بيزوروا التربة أو المقابر. هذا التقليد ما انتهى، اليوم دمشق أو كل محافظات سورية بتروحي الصبح بعد صلاة العيد بتلاقي الناس كلها عم تزور أقاربها وأخذين لهم، نحن عنا نبات الآس بياخذوه بيحطوه على التربة، هي أول مظهر من مظاهر العيد. بيرجع من التربة بيروحوا عند كبير العائلة بيروحوا بيزوروه، طبيعي إنه خفت الزيارات، يعني تعقيدات الحياة، صار اليوم المعايدات على الجوالات بسبب التكنولوجيا. كان أول يروح زيارة يروح يعايد، وكمان في شغلة حلوة وقت المعايدة انه ما بتروح بتاخذ موعد، اليوم هلا موضوع الاتيكيت صار بدك موعد بدك تليفون اتصال او واتساب. نحن ما كنا نتصل ولا زلنا نحن فريقنا مثلا اليوم رايحين لعند فلان مندق الباب عليه بنروح، هي العاده الحلوه، يعني عملنا زيارات معايدات كانت حلوه. يعني يا سيد هيثم هذا التراث الشامي اللي لحد هلا محافظين عليه، ومثل ما عم تحكي انه بعيدا عن الاتيكيت والتكنولوجيا اللي هلا مثل ما حكيت بدنا ناخذ موعد لحتى نروح زياره، او حتى موعد قبل باسبوع خلينا نقول، ونعمل اتفاقيات كثير كبيره، يمكن هذا الشيء اكيد عم يساعد لحتى انتم انشطتكم تزيد اكثر يوم عن يوم وتزيد هي الاصاله اكثر. هلا اليوم انت اذا واحد دق بابك هيك اول شيء بتقولي له فاجأتني، فهي المفاجاه الحلوه تكوني مشتاقتي له. هلا هو شو جابه غير المحبه؟ يعني انا كانت تقول والدتي الله يرحمها ما بيجي الا المحب، بيتنا صحيح. مفتوح للكل، ما بيجي الا المحب، لو ما بيحبك ما بيجي لعندك. صحيح. وفي شغلات يعني من لازم نذكرها بالعيد هو موضوع الاضحيه. اليوم الاضحيه والله خفت صراحه بسبب غلاء يعني المواشي، خفت شوي الاضحيه. قديش حلو جبر الخاطر انه انسان هيك درويش تجي تجيب له لحمه بالعيد، وقديش صارت عزيزه اللحمه الايام. يعني الاضحيه ضروريه، زياره المريض، زياره التعبان يعني بالحي كمان، كمان هذا شيء جميل. يعني كمان هي العادات ما بتنتظر ابدا، ونحن محافظين عليها، ونحن عملنا شغله جديده يعني انا بفتخر فيها صدقا، قدمناها من اصدقاء التراثي، قدمناها عيديه، قدمناها عيديه لسوريا كلها وللعالم. عملنا جوله مع كوتش اسمه وارف مشهور يعني جدا، عملنا جوله على جميع الحرف التراثيه المهدده بالانقراض ووسخناها، ومن ضمن الحرف يعني الله ساقنا هيك من خلال الاصدقاء ومن خلال الصدفه لاعلى جبل الصالحيه لمنطقه اسمها زين العابدين، لقينا تصوري منجد اللي حامل السيخ وعم يضرب الصوف، فانا سالته حلوه حلوه، انا سالته انه انت يعني لازم، في ناس بيجيبوا الفرشات، قال انا عم بحكي معه فاتت فرشه، قام لقيتها عم بسال انا الناس وهو عم يشتغل، قال هذا الصوف يعني طبيعي من المواشي، هذا بيعطي نوم صحي، نوم مريح، احسن من السفنج، احسن من السليب كومفورت. فلاحظي انه كل ما رجعتي للبساطه كل ما عم ترجعي للمحبه وعم ترجعي للافضل.
فهي اخر شغله قدمناها احياء المهن التراثيه. يعني ما في لي لك يا اكثر من 20 مهنه، هي احدها انا ذكرت، هي حتى هي من المهن المنقرضه عندنا المبيض كمان. وسخنا المبيض، ما في غير واحد مبيض، واحد ما في غير واحد بيشتغل على السوق، ما في غير واحد بينفخ زجاج كمان رحنا لعنده. كمان شفنا مهنه الكوى او الكوي اليوم الكوى لسه عم يكوي على تمام. على البابور او المكواي القديمه، هي شوف شلون عم يعني سبحان الله الشعب السوري شعب حي. يعني وسخنا مهنه الكوى، الكوى اللي عندنا عم تنقطع الكهرباء بساروجا وكل معظم الاحياء وقت طويل، فشو بيعمل؟ بيروح بدق ببور الكاز وبيجيب المكواي تبع ابوه بحميها وبيكوي، وقبل ما يكوي بيعمل له هيك. سالته انا ليش عم تعمل هيك؟ بيقربها على وشه مشان يتلمس انه في حراره. إيه سبحان الله رجعت المكواي، يعني حتى ببور الكاز صار يتصلح اليوم. طولت الرساله ممكن واحد يسوي. حتى الاحذيه اليوم مهنة الكندرجي، نحن عم نحكي تراث وعم نحكي عن احياء التراث ومن سياق حديثنا اليوم. نحن كانت فترة من الفترات كان رخيص الأحذية قبل الأزمة، يعني الله هيك دائما ان شاء الله لسوريا الخير وللأحسان. فهلا صار الواحد واذا بينشق اكبر قدر البوط او الحذاء صار مصيبه، بده يشتري واحد يعني صحيح. اسعار غاليه، فبيروح بيصلح، فبتروح يعني بيصلح الأحذية بتلاقي العالم بالدور. رجعت سبحان الله المهنة المنقرضة تماما. اليوم كمان بتلاقي بكل بيت في غصة، في فقدان لشخص ما، خصوصا بالعيد بتعز عليهم الدنيا وممكن يبطلوا يعايدوا او يعملوا اي فعاليات او انشطة بسبب هاي الغصة او بسبب هذا الفقد لهذا الشخص. اليوم ممكن يكون متوفي، مغترب، بعيد عنهم، او حدا مريض. اليوم حي ساروجا واهل حي حارة الورد شفنا انه بالحزن وبالفرح انهم جنب بعض، خلينا نحكي اكثر تفاصيل. هلا ما في بيت ما في قصه، بس نحن دائما بننظر للافضل، للطاقه الايجابيه. اذا نحن عندنا مثل، اذا بدي احط الحزن بالجره واقعد رح اتعب، فدائما نحن ننظر الى المستقبل. نحن مثل اي عائله سوريه بسبب الحرب فقدنا، يعني فقدنا ناس عزيزين علينا سواء بالوفاه او الشهاده او بالاغتراب. اليوم ما في بيت مو ناقص، ما في بيت بسوريا مو ناقص حدا يعني بتعدي على الطاوله. فاذا بدك تفكري بدك تزعلي كثير، لا بالعكس، نحن بنقول يا رب سوريا القادم افضل. وهذا العيد مميز بسوريا، مميز بالحجاج، حجاج بيت الله الحرام اللي هلا طلعوا، هلا هن نزلوا امبارح من عرفات ورمي الجمر. نحن هذا العيد يعني اول عيد بيكون في يعني روحه على الحج بشكل رسمي، فهذا الشيء يعني شيء بيدعو للتفاؤل. كمان سوريا اليوم يعني ملاحظين انه سبحان الله في اخبار حلوه، في انفتاحات قادمه، في لقاءات قادمه، في لقاء عربي قادم. ان شاء الله نحن دائما متفائلين انه القادم اجمل. نحن اليوم يعني باخر سنوات الازمه ان شاء الله، نحن كل سنه بنقولها بس السنه صار في امال كبيره، صار في امال. يا رب الكل بيحقق اماني اكيد. وبدنا نتشكر حضورك معنا ونتشكر كل اصدقاء التراث الشامي اليوم على الفعاليات والانشطه اللي عم يقوموا فيها ليحيوا فعلا هذا التراث وينقلوه للاجيال القادمه. بدنا نقول لك وقول لهم كل عام وانتم بالف خير. وانتم بالف خير، انتم جميع العاملين بالقناه الغاليه على قلوبنا الاخباريه السوريه، وبتمنى تشاركونا بسيران شامي، انتم وعدتونا ان شاء الله بدنا نكون سوا فريق واحد. اكيد لنا الشرف سيد هيثم، وشكرا لك وكل عام وانت بألف خير. على السلامه.